بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث الثالث من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في مبدأ الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند قولها رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان يتحنث الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم. الليالي ذوات العدد، وعند الإمام مسلم في صحيحه أولات العدد، وهو بمعناه ذوات العدد عند البخاري وعند مسلم أولات العدد وهو بمعناه. والليالي ظرف متعلق بيتحنث، ظرف متعلق بيتحنث لا بالتعبد، ومعناه أنه يتحنث الليالي صلى الله عليه وسلم. ولو جعل متعلقا بالتعبد لفسد المعنى، فإن التحنث التعبد يعني لا يشترط فيه الليالي، بل يطلق على القليل والكثير. وهذا التفسير، هذا التفسير يعني بالتعبد التحنث التعبد، هو اعتراض بين كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إذ أن كلامها رضي الله تبارك وتعالى عنها فيتحنث فيه الليالي أولات العدد، الليالي أولات العدد. فيبقى دخلت مسألة التعبد هنا اعتراض، وده اللي سميناه المرة اللي فاتت إيه؟ مدرج تفسيري، فهو اعتراض لأجل التفسير وبيان الكلمة. وقال الطيبي: أطلق الليالي وأراد بها الليالي مع أيامهن على سبيل التغليب، لأنها أنسب للخلوة. ووصف الليالي بقوله ذوات العدد لإرادة التقليل، كما في قوله تعالى: دراهم معدودة. وقال الحافظ في الفتح: قال الكرماني محمد بن يوسف ابن سعيد شمس الدين، أصله من كرمان، من مؤلفاته الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، مات راجعا من الحج في طريقه إلى بغداد، ودفن بها سنة 786 للهجرة. وكثيرا يعني ما يتعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح رحمة الله على الجميع. قال: يحتمل الكثرة، إذ الكثير يحتاج إلى العدد وهو المناسب للمقام، إذ الكثير يحتاج إلى العدد وهو المناسب للمقام. قال الحافظ: أما كونه المناسب فمسلم، يعني أن الكثرة هو المناسب لهذا المقام فمسلم به، لكن مسألة أن العدد أو الكثير يحتاج إلى العدد ده اللي مش هيسلم به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقال الحافظ: لأن عادتهم جرت في الكثير أن يوزن، وفي القليل أن يعد، وفي القليل أن يعد. لكن جزم الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله، عبد الله بن سعد ابن سعيد ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، أبو محمد من علماء الحديث مالكي المذهب، أصله من الأندلس، ووفاته بمصر سنة 695 للهجرة، فجزم بأن المراد به الكثرة، أن المراد به الكثرة، لأن العدد على قسمين، فإذا أطلق أريد به مجموع القلة والكثرة، فكأنها قالت ليالي كثيرة، فكأنها قالت يعني يتحنث صلى الله عليه وسلم أو يتعبد ليالي كثيرة صلى الله عليه وسلم. أما أولات العدد، عد الشيء عدا حسبه، والعدد والعدة مقدار ما يعد ومبلغه، والجمع أعداد، ويتجوز بالعدد عن القلة حينا، يتجوز بالعدد عن القلة حينا، فيكون المعدود القليل المحصور، كما في قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فهنا الكلام هنا عليه يعني أيام قليلة، أيام قليلة.
وكما في قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نعم، وقد يراد به الكثرة، وقد يراد به الكثرة أيضا. قال الله عز وجل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، رغم أن جاءت في الآية موضحة عدد السنين كام. نعم، فيحتمل القلة والكثرة كما قال النووي رحمه الله تعالى، والمراد به هنا كما جزم ابن أبي جمرة رحمه الله، المراد به هنا الكثرة، أنه كان يتحنث ليالي كثيرة صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح وإبهام العدد، وإبهام العدد لاختلافه كذا قيل، وهو بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل الخلوة قد عرفت، أصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر، وجاء ذلك عند ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. قبل أن ينزع إلى أهله، ينزع بكسر الزاي أي يرجع وزنا ومعنى، ورواه البخاري بلفظه في التفسير في كتاب التفسير له، فقال قبل أن يرجع إلى أهله، فجاءت ينزع إلى أهله، هي إيه؟ يرجع إلى أهله صلى الله عليه وسلم. وكذا اللفظ لمسلم، وكذا اللفظ للإمام مسلم رحمه الله. والمراد بأهله هنا صلى الله عليه وسلم خديجة وأولاده من خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. ويحتمل أن يريد بأهله أقاربه أو أعم من ذلك، أو الأعم من ذلك، قولها ويتزود لذلك صلى الله عليه وسلم، أي يتزود يعني يطلب الزاد، يأخذ الزاد لأجل التحنث المذكور التي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والزاد هو الطعام يكون في السفر، وقد يطلق أيضا على طعام الحضر، ويطلق أيضا على طعام الحضر. ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود. خص خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالذكر بعد إذ عبر بالأهل، إما تفسيرا بعد إبهام، إما تفسيرا يعني بعد إبهام الأهل من الأهل، ففسر أن الأهل المراد بهم مين؟ خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وإما إشارة إلى اختصاص التزود، اختصاص أخذ الزاد التزود بالطعام لأجل هذه الخلوة صلى الله عليه وسلم بكونه من عند خديجة دون غيرها، من عند خديجة تحديدا دون غيرها. قلت ولله الحمد والمنة دل على الاختصاص أن هذا، أن المراد به خديجة رضي الله عنها، وأن هذا الزاد كان مختصا أو بخصوص خديجة، أنه كان يتزود من عند خديجة خاصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كما وضحته رواية التعبير عند الإمام رحمه الله تعالى بلفظ ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها. يبقى دل الدليل على إيه؟ على الاختصاص. دل الدليل هنا على إيه؟ على الاختصاص من ذات الرواية، ولكن هذا اللفظ جاء في كتاب التعبير للمصنف رحمه الله تعالى. فيتزود لمثلها، فيتزود لمثلها أي لهذه الليالي. ويحتمل أن يكون الضمير للمرة أو الفعلة أو الخلوة أو العبادة. ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يتزود ويخلو أياما صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع مرة أخرى ويتزود ويخلو أياما، ثم يرجع مرة أخرى ويتزود ويخلو أياما صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الشهر، حتى ينقضي الشهر. ورجح البلقيني أن الضمير للسنة، أن الضمير يتزود لمثلها يعني للإيه؟ للعام القادم، للعام القادم للسنة. فذكر من رواية ابن إسحاق رحمه الله كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة يتنسك فيه يطعم من جاءه من المساكين، يطعم من جاءه من المساكين. قال وظاهره أن التزود لمثلها كان في السنة التي تليها لا لمدة أخرى من تلك السنة، يعني لا لمدة أخرى من تلك الإيه؟ من تلك السنة أو من هذا الشهر الذي كان يتحنث فيه صلى الله عليه وسلم. لكن الحافظ ابن حجر كان قد ارتأى هذا الرأي قديما تبعا لشيخه، تبعا ليه؟ تبعا لشيخه، لكن رأى رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك فقال ثم ظهر لي بعد ذلك
أن المدة مدة الخلوة كانت شهرا وهو شهر رمضان وهو شهر رمضان، كان يتزود لبعض ليالي الشهر، فإذا نفذ ذات تلك الفترة رجع إلى خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها فتزوده لمدة أخرى من الليالي، لمدة أخرى من الليالي رضي الله تبارك وتعالى عنها، فتزوده قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة من العيش، لم يكونوا في سعة بالغة من العيش، وكان غالب الطعام وغالب الزاد اللبن واللحم، اللبن واللحم، ودي خصوصية لأهل مكة، وسبب هذه الخصوصية نزول الخليل عليه الصلاة والسلام على زوجة ابنه الثانية. احنا نعرف انه لما تزوج إسماعيل المرة الأولى وجاءه فسأل عنه فلم يجده، فشكت المرأة ضيق الايه؟ ضيق العيش وقلة الزاد إلى غير ذلك، فقال أخبري زوجك عندما يعود أن يغير عتبة داره، يعني المرأة التي لا تشكر نعمة الله عز وجل يعني لازم يبقى لها وقفة ويبقى لها شأن، غير عتبة دارك. فلما جاء سأل هل زارنا من أحد إلى آخر المسألة، فلما أخبرته قال هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحق بأهلك، فطلقها. ثم تزوج امرأة بعدها، فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزور إسماعيل فلم يجده، فطلبت منه النزول وغسلت له رأسه وأرادت أن يعني تأتيه بطعام، فسألها عن عيشها وعن ولده إلى آخر، فذكرت من البركة وذكرت من شكر نعمة الله تبارك وتعالى، وسألها عن الطعام فكان اللحم وكان اللبن أو الماء على ما أذكر، فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبارك رب العزة تبارك وتعالى لهما في هذا الطعام. فهي خصوصية لأهل مكة اللحم مع الماء أو اللحم مع اللبن، والله تعالى أعلى وأعلم. فكان غالب الزاد هو اللبن واللحم، ومثل ذلك لا يدخر، مثل ذلك لا يدخر لأنه يعني يتعرض للفساد، يتعرض للفساد، ومثل ذلك لا يدخر منه كفاية الشهور لئلا يسرع إليه الفساد، فما ينفعش أنه يختزن ويترك هذه المدة حتى العام العام القادم كما ذهب إلى ذلك البلقيني. ولا سيما وقد وصف صلى الله عليه وسلم بأنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين صلى الله عليه وسلم، فما كان يعني يتثنى أن يستمر هذا الأمر، فكان يرجع فيتزود لهذه الليالي مرة أخرى. قال أيضا ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلي إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان اختلائه من البلد مثلا، يبقى هنا لابد من الأخذ بلي من الأخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، أن ذلك لا يقدح في الإيه؟ في التوكل. فالذي يعني يترك الأخذ بالأسباب فإنه يطعن في الشريعة، فإنه يطعن في الشريعة. قال الله عز وجل وتزودوا، وقال الله عز وجل وأعدوا، واضح كده؟ يبقى لابد منين؟ لابد من الأخذ بالأسباب، لكن دون الإيه؟ دون الاعتقاد في الأسباب، فالاعتقاد في الأسباب طعن في التوحيد. نعم. وأن ذلك لا يقدح في التوكل، ولكن هو من كمال ومن تمام الإيه؟ التوكل. نعم. وذلك لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصول النبوة له بالرؤيا الصالحة، وإن كان الوحي في اليقظة قد تراخى قد تأخر عن ذلك. وقال أيضا أهل العلم، قال ابن بطال وغيره، وتزود النبي صلى الله عليه وسلم في تحنثه أو في تعبده يرد على الصوفية قولهم بأن من أخلص لله عز وجل أنزل عليه طعاما، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أولى بهذه المنزلة لأنه أفضل البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل البشر، وكان مع ذلك صلى الله عليه وسلم يتزود، وكان مع ذلك يتزود صلى الله عليه وسلم، وما جاء أبدا عنه أنه ترك الأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، حيجي حديث الهجرة وكيف فعل فيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمور. حتى جاءه الحق، حتى جاءه الحق أي الأمر الحق،
أي الأمر الحق. وجاء في رواية التفسير وفي رواية التعبير حتى فجئه الحق، حتى فجئه الحق، حتى حرف يدل على الغاية، حتى حرف يدل على الإيه؟ على الغاية. منه قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وتأتي حتى بمعنى كي، تأتي حتى بمعنى إيه؟ بمعنى كي. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كي إيه؟ كي يردوكم، يعني يستمر القتال كي إيه؟ نعم. فتأتي للغاية وتأتي بمعنى إيه؟ بمعنى كي. وهي ها هنا على بابها من انتهاء الغاية، من انتهاء لي، من انتهاء الغاية. والمعنى أن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار وتحنث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار الليالي ذوات العدد في شهر رمضان انتهى بمجيء الوحي، فلم يعد إلى ذلك في الغار بعد النبوة صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا جاءت على بابها، جاءت على بابها. وقولها فجئه بفتح الفاء وكسر الجيم ثم همز، ويجوز فتح الجيم أيضا، يقال فجئه بكسر الجيم وفجأه بفتحها. والهمز لغتان مشهورتان أي بغته. والحق قال الطيبي أي الأمر الحق أو أمر الحق، وهو الوحي، وهو الوحي أو رسول الحق وهو جبريل عليه السلام. وقال البلقيني أي الأمر البين الظاهر، أو المراد الملك بالحق، الملك بالحق أي الأمر الذي بعث به الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي بعث به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في غار حراء جملة في محل نصب على الحال من المفعول، أي حال كونه صلى الله عليه وسلم كائنا في غار حراء صلى الله عليه وسلم. فجاءه الملك، هذه الفاء يسميها أهل العلم الفاء التفسيرية، الفاء التفسيرية، كما في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم. طيب لو سكتنا كده، طب التوبة تكون إزاي؟ يبقى فتوبوا إلى بارئكم، يبقى المطلوب هنا إيه؟ بيان التوبة، تفسير مسألة التوبة. فاقتلوا أنفسكم، يأخذ كل من سلم من عبادة العجل، كل من إيه؟ وقع في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيقتله. واضح كده؟ وليس المراد قتل النفس يعني ينتحر يعني كما يقال، لا، ولكن اللي ما عبدش يقتل اللي عبد. واضح كده؟ نعم. وهي ليست الفاء التعقيبية، ليست فاء ليه؟ ليست فاء التعقيب، لأن مجيء الملك لم يكن بعد مجيء الوحي، ولكن جاء الملك بالإيه؟ بالوحي، فما ينفعش يكون فاء ليه؟ ما ينفعش يكون فاء التعقيب. نعم. وقال البلقيني يحتمل أن تكون للتعقيب، والمعنى بمجيء الحق انكشاف الحال عن أمر وقع في القلب، فجاءه الملك عقب ذلك، فجاءه الملك عقب ذلك. قال ويحتمل أيضا أن تكون سببية، أي حتى قضى بمجيء الوحي فبسبب ذلك جاءه الملك، يعني الرؤيا الصادقة التي كانت تأتي كمثل فلق الصبح، سماعه للصوت، تسليم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم، رؤية الضوء، أضواء الملائكة وأنوار الملائكة، كل ذلك استقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوحي، فجاء بعد ذلك الإيه؟ جاء بعد ذلك الملك، جاء بعد ذلك الملك، فتكون هنا للسببية، فجاء بسبب ذلك الملك. نعم. قال الحافظ وهذا أقرب من الذي قبله، يعني أقرب من مسألة الإيه؟ من مسألة التعقيب، أقرب من مسألة التعقيب. من الأمور التي ينبه إليها ما ذكره المصنف رحمه الله في كتاب التعبير بلفظ فجاءه الملك فيه، يعني في الغار، يعني في الغار. قال الحافظ يؤخذ منه رفع توهم من يظن أن الملك لم يدخل الغار، بل كلمه والنبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار والملك على الباب، والملك على الباب. والملك هو جبريل عليه السلام كما جزم بذلك السهيلي. وقال البلقيني واللام في الملك للتعريف أو لتعريف الماهية، يعني لتعريف حقيقته أو لتعريف الجنس، يعني لتعريف من الذي جاءه، فهو جنس
جنس الملك حقيقته لتعريف حقيقة هذا الآتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست للعهد، يعني ليس الملك المعهود عندكم الذي كان يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء الوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل، هذا المعهود عندنا، هذا هو المعهود عندنا. فليست الألف واللام هنا للعهد، ولكن هي لبيان حقيقة الآتي، حقيقة من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الملك، وهو الملك. لا للعهد إلا أن يكون المراد به ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما كلمه في صباء، يعني عندما كان مسترضعا عند حليمة السعدية في بني سعد، وجاء جبريل وشق صدره إلى هذه المسألة المعروفة، وتأتي في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. أو اللفظ لأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقصدت به ما تعهده من تخاطبه به، يعني قصدت أن الذي كان يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب بالوحي هو من؟ جبريل عليه السلام. فخرج ذلك من مين؟ من أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقال الإسماعيلي: هي عبارة عما عرف بعد أنه ملك، وإنما الذي في الأصل فجاءه جاء، يعني جاءه آت، جاءه آت، وكان ذلك الجاء ذلك الآتي ملكا، فأخبر صلى الله عليه وسلم عنه يوم أخبر بحقيقة جنسه، بحقيقة أنه أنه ملك، أنه ملك. وكأن الحامل على ذلك أنه لم يتقدم له معرفة به، لم يتقدم له معرفة به. قال الحافظ: وجاء التصريح بأنه جبريل، فأخرج أبو داود الطيالسي، يعني سليمان بن داود ابن الجارود، في مسنده من طريق أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب ثقة أخرج له الجماعة، عن رجل عن عائشة. يبقى هنا عن رجل، يبقى هنا في الإسناد مجهول، يبقى في هذا الإسناد راو مجهول، الواسطة بين عبد الملك بن حبيب وبين أم المؤمنين، واضح كده؟ والجهالة تضعف الإيه؟ تضعف السند، تضعف الإيه؟ تضعف السند أو تضعف الحديث يعني. نعم. فقالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وخديجة شهرا، فوثق ذلك رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم: فظننت أنها فجأة الجن. فقالت، يعني خديجة، هو بيقص على خديجة رضي الله عنها، فقالت: أي خديجة، أبشر، فإن السلام خير، فإن السلام خير. ثم رأى يوما آخر جبريل عليه السلام على الشمس جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب. ودي طبعا مش الصورة الحقيقية لجبريل، لأن جبريل عليه السلام جاء أن له 600 جناح، يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، واضح كده؟ له 600 جناح. نعم. ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة إلا إلا مرتين كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فهبت منه، فهبت منه. قالت عائشة: فانطلق يريد أهله، يريد خديجة رضي الله عنها، فإذا هو بجبريل بينه وبين الباب، بينه وبين باب الإيه؟ باب الغار، فتحة الغار يعني. قال: فكلمني حتى أنست به، وقعت الألفة أو الأنسة، الحديث. نعم. فهذا ظاهر أن جميع ما وقع له كان وهو في الغار صلى الله عليه وسلم، كان وهو في الغار صلى الله عليه وسلم. لكن الإسناد طبعا فيه فيه راو مجهول، فيه راو مجهول. نعم. فيضعف لأجل هذه الجهالة بهذا الراوي. هذا الحديث أخرجه أيضا إسحاق بن راهوية رحمه الله في مسنده، في مسنده من طريق النضر بن شميل عن حماد بن سلمة به، وأخرجه أيضا الحارث بن أبي أسامة في مسنده من طريق داود بن المحبر عن حماد عن أبي عمران الجني عن يزيد بن بابانوس عن عائشة. يبقى طريق الحارث بن أبي أسامة بين مين هنا؟ بين الراوي المجهول، وهو يزيد ابن بابانوس، الراوي الواسطة بين أبي عمران
الجوني وبين أم المؤمنين رضي الله عنها. ويزيد بن بابانوس كما قال الحافظ في التقريب مقبول، لكن تبقى آفة في هذا الإسناد وهو داود ابن المحبر صاحب كتاب العقل، وهذا متروك، وهذا إيه؟ متروك. فآفة هذا الإسناد اللي فيه إيه؟ اللي فيه تعيين المجهول في الأسانيد الأخر هو مين؟ داود ابن المحبر. فيبقى برضو المسألة على الإيه؟ على ضعف الإسناد أو ضعف الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. فقال اقرأ، فقال اقرأ. قال البلقيني ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه الكلمة، يعني ولا السلام، يعني لم يسبقه إيه؟ السلام عليك، ماشي كده. لكن أول مدى بدأ بإقرأ على ظاهر اللفظ، على ظاهر اللفظ. فيحتمل أن يكون سلم وحذف ذكر السلام لأنه إيه؟ لأنه معتاد، لأنه معتاد. طيب. وقد سلم الملائكة على إبراهيم عليه السلام حين دخلوا عليه، الآية هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، فقالوا إيه؟ سلاما، ماشي كده. القصة المعروفة. نعم. ويحتمل أن يكون لم يسلم، يحتمل أن يكون إيه؟ لم يسلم، لأن المقصود حينئذ تفخيم الأمر، تعظيم الأمر وتهويله، واضح كده، لعشان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يستعد ويستجمع كليته لإيه؟ للإنصات لجبريل فيما سيلقيه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد تكون مشروعية السلام تتعلق بالبشر لا من الملائكة، يبقى السلام من الإيه؟ من البشر بعضهم لإيه؟ بعضهم لبعض. نعم، لا من الملائكة. طيب. وإن وقع ذلك منهم في بعض الأحيان، يعني مسألة إيه؟ السلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن الحافظ تعقب البلقيني في هذه الجزئية فقال والحالة التي سلموا فيها على إبراهيم كانوا في صورة إيه؟ كانوا في صورة بشرية، ولذلك الملائكة معروف أنها لا تأكل، مش كده؟ ولذلك جاء في الآية ما يدل على هذا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الأخرى بعجل حنيز. فالسمين والحنيز، الحنيز اللي هو المشوي على الحجارة يعني، فوصف العجل بالسمن، والحالة التي قدم بها حالة الطبخ يعني أنها إيه؟ أنه حنيز يعني مشوي يعني، واضح كده. يبقى هنا دخلوا على إبراهيم في صورة إيه؟ بشرية. يبقى ليس برضو على إيه؟ على لا يرد هذا ولا يتنزل على حالة دخول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يبقى خارجة، يبقى إيه؟ خارجة. ولذلك أوجس منهم إيه؟ خيفا، فهم عرفوا بنفسهم بعد كده أنهم إيه؟ رسل رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. فلا يرد هذه الصورة في هذا الموطن، ولا يرد سلامهم على أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل سلام عليكم، ماشي كده، ولا يرد سلامه عليه، لأن هذا أمر إيه؟ أمر أخروي، وأمور الآخرة تغير أمور إيه؟ أمور الدنيا. نعم. وقد جاءت في رواية الطيالسي أن جبريل سلم، اللي هي إيه؟ لما ذهب إلى خديجة رضي الله عنها وقال إنها إيه؟ فجأة الجن، فقالت إن السلام إيه؟ خير، إن السلام خير. أن جبريل سلم أولا، ولم ينقل أنه سلم عند الأمر بالقراء، يبقى سلم بس عند إيه؟ عند باب الغار، لكن لم يسلم عند إيه؟ عند قوله اقرأ. نعم. يبقى في رواية أبي داود الطيالسي وإسحاق وكده أنه إيه؟ أنه سلم، لكن طبعا الرواية فيها ما فيها من الإيه؟ من المقال اللي تقدم ذكره. قال الحافظ رحمه الله قوله اقرأ يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى عليه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون على بابه من الطلب، يبقى إيه؟ أمر، والأمر إيه؟ طلب فعل ما، ماشي كده؟ طلب إيه؟ فعل ما. اقرأ يبقى على أصله أو على بابه بدأ إيه؟ فعل أمر، طلب، اقرأ. نعم. قال فيستدل به، خلي بالك بقى، على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد ذلك. يعني إن قدر عليه بعد ذلك، القراءة نوعين، القراءة إما أن تكون من كتاب، مش كده؟ دي قراءة،
والقراءة إما أن تكون من متلو، بمعنى إن أنا حقرأ وأنت إيه؟ تقرأ ما أقرأه عليك، تردد هذه التلاوة زي ما بنعلم كده إيه؟ في تحفيظ القرآن، فالشيخ بيقرأ ثم إيه؟ يردد عليه إيه؟ الطالب علشان إيه؟ يضبط اللفظ على الشيخ، فيقرأ على مسامعه هو إيه؟ يردد يتلو، فدي قراءة ودي إيه؟ ودي قراءة، هذه قراءة وهذه قراءة. والقراءة الثانية ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بإيه بقى؟ اقرأ باسم ربك، فكان يقرأ ما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن هو أشار هنا إلى جزئية وهو التكليف بما إيه؟ بما لا يطاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما أنا بقارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فما أنا بقارئ. طب كيف يطلب منه الإيه؟ القراءة. واضح كده؟ يبقى القراءة هنا غير مقدور عليها، مش كده؟ يبقى ده تكليف بما إيه؟ بما لا يطاق. خلي بالك من الجزئية ديت، هنرجع لها إن شاء الله. طيب، المسألة الثانية، ويحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفة، أي قل اقرأ، وإن كان الجواب ما أنا بقارئ، فعلى ما فهم من ظاهر اللفظ وكأن السر في حذفها حتى لا يتوهم إن لفظة قل من القرآن، يبقى اللي من القرآن بس إيه؟ اقرأ. ماشي كده؟ طيب، ويؤخذ منه، ودي مسألة تانية، جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، دي مسألة أصولية تانية، جواز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ يبقى احنا بقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ماشي كده؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الحاجة، لأن عند وقت الحاجة هيبقى تكليف بإيه؟ تكليف بمجهول. ومن شروط التكليف العلم، وما أنت هتتعبد إزاي؟ من شروط التكليف الإيه؟ العلم. واضح كده؟ فإذا لم يبين يبقى أنت هتكلفه بمجهول، لا هذا لا يجوز، وهذا يستحيل أن يقع في الشريعة. ماشي كده؟ هذا غير واقع في الايه؟ في الشريعة. يبقى التأخير عن وقت الحاجة لا ايه؟ تأخير بيان عن وقت الحاجة لا ايه؟ لا يجوز. لكن يجوز التأخير بيان عن وقت الخطاب. عن وقت الايه؟ عن وقت الخطاب. يبقى الخطاب حيتنزل وممكن يكون فيه تأخير عند ايه؟ حلول هذه الواقعة بعينها، فيأتي بيانه أو يأتي ايه؟ أو يأتي تفسيره، وحنشوف هذه المسألة أيضا. وطبعا المأخوذ من كده ايه؟ ان هو قال له اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، ما قال له شيء اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، مش كده؟ لكن اخره، يبقى قال له اقرأ. ماشي كده؟ ادي وقت خطاب. جاء البيان امتى؟ بعد الثالثة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيبقى يجوز الايه؟ التراخي عن الايه؟ البيان، او تأخر البيان عن الايه؟ عن الخطاب. وحنشوف برضو هذه المسألة. طيب، وقال أيضا وأن الأمر على الفور، يعني الأمر يقتضي إيه؟ الفورية. الأمر يقتضي الفورية، لكن يمكن أن يجاب بأن الفور فهم من القرينة. الحافظ ابن حجر هنا جاب لنا ثلاث مسائل من المسائل التقيلة في أصول الفقه، ويعني العادة اللي احنا ماشيين معها ماشيين عليها إن شاء الله، إن احنا يعني نحاول دائما أبدا بيان موجز حتى يعني تكمل الفائدة بإذن الله عز وجل. فنشوف المسألة ديت كده بشيء من البيان مع الإيجاز بإذن الله تعالى. المسألة الأولى، التكليف بما لا يطاق، أو التكليف بالمحال، التكليف بالمستحيل. التكليف بالمحال قسمان. التكليف بالمحال كم قسم؟ قسمان. ماشي كده؟ القسم الأول، المستحيل لذاته. المستحيل لإيه؟ لذاته. المستحيل لذاته، كوجود شريك لله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ده مستحيل إيه؟ لذاته. وجاءت آيات القرآن، لعلى بعضهم على بعض لفسدتا لذهب كل إله بما خلق، فيستحيل وجود إيه؟ شريك لله عز وجل، فده بنسميه المستحيل الإيه؟ المستحيل لذاته. ماشي كده؟ طيب، أيضا اجتماع الضدين أو النقيضين، هذا أيضا يستحيل لذاته، يعني يستحيل أن يوجد في جسم مثلا سكون وحركة في آن واحد، أنت تطلب منه حركة وتطلب منه إيه؟ سكون، ما تتأتاش دي. فاجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين ما يتأتاش برضه، فده مستحيل أيضا لإيه؟ لذاته. ماشي كده؟ طيب، يبقى اجتماع الضدين في وقت واحد في جهة واحدة، هذا أيضا يستحيل. طيب، نفرد المسألة دي شوية كده، إيضاح هذا الأمر،
العقل إما أن يقبل وجود الشيء ولا يقبل بوجود عدمه، لا يقبل إيه؟ العدم، ماشي كده، أو يقبل بعدمه ولا يقبل بإيه؟ بوجوده، أو يقبل بوجوده وعدمه معا. يبقى كم حالة كده؟ يبقى إما أن يقبل بوجود الشيء ولا يقبل بإيه؟ بوجود العدم، أو يقبل بإيه؟ بعدمه، لكن يقبل لا وعكسه الضد بتاعه، لا يقبل بإيه؟ أو يقبل بوجوده وعدمه معا، ماشي كده؟ طيب، فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل، لم يقبل إيه؟ عدمه بحال، فهذا اللي بيسميه أهل العلم الواجب الذاتي. الواجب الإيه؟ فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله عز وجل، كذات الله إيه؟ عز وجل. واضح كده؟ واضح؟ يبقى ده واجب إيه؟ واجب الوجود، واجب الإيه؟ واجب الوجود، ماشي؟ طيب، كذات الله عز وجل متصفا بصفات الجلال والكمال، وإن قبل العقل عدمه فقط دون وجوده، يبقى يقبل العدم بس دون الإيه؟ دون وجوده، فهو ما يسمى المستحيل المعروف بالمستحيل العقلي أو المستحيل عقلا، كوجود شريك لله سبحانه وتعالى، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالعقل السوي السليم لا يقبل بإيه؟ لا يقبل بذلك أبدا، لا يقبل بذلك أبدا. طيب، وإن قبل العقل وجوده وعدمه معا، إن قبل العقل الوجود والإيه؟ والعدم، فهذا ما يسمى بالجائز العقلي أو بالجواز العقلي، يسمى بالإيه؟ بالجائز العقلي أو بالجواز العقلي، وهو الجائز الذاتي، الجائز الإيه؟ الذاتي. أنت مثلا أعطيت موعد لصديق لك، لعمر، لزيد، أيا ما كان، إن هو يأتيك مثلا يوم الجمعة تتغدوا سواء كذا كذا، العقل يقبل كم حالة هنا؟ يقبل المجيء ويقبل إيه؟ عدم المجيء، يبقى ممكن يجي وممكن ما يجيش، يبقى هنا قبل الوجود ولا إيه؟ والعدم معا. وضحت كده المسألة؟ وضحت؟ طيب، اللي يهمنا بقى في هذا الأمر المستحيل الذاتي غير واقع في الشريعة، المستحيل الذاتي ده غير واقع في الإيه؟ في الشريعة، ولا يجوز التكليف به إجماعا. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى لابد، احنا قلنا أن من شروط التكليف من شوية الإيه؟ العلم، ومن شروط التكليف أيضا أن يكون الأمر المكلف به داخلا تحت قدرة المكلف، داخل تحت قدرة العبد، ماشي كده، داخل تحت قدرة الإيه؟ العبد. دي مسألة في غاية الأهمية، لأنه لا يطالب ببقى بغير المقدور عليه شرعا، يبقى ده مستحيل أن يوجد في الشريعة. فالمستحيل الذاتي ده غير موجود في الشريعة، ولا يجوز التكليف به إيه؟ إجماعا. يبقى قلنا شروط التكليف منها العلم، ومنها الإيه؟ أن يكون داخلا تحت إيه؟ قدرة العبد، ده من شروط التكليف، أن يكون الفعل المأمور به داخلا تحت قدرة المكلفين. واضح كده؟ واضح المعنى؟ نعم. طيب، القسم الثاني المستحيل لا لذاته، يبقى هنا متعلق بخارج عنه، متعلق بخارج عنه، المستحيل لا لذاته بل لتعلقه بأنه في علم الله عز وجل، أو لتعلق علم الله تبارك وتعالى بأنه لا يوجد ولن يوجد، ماشي كده؟ يبقى مستحيل لا لإيه؟ لا لذاته، ولكن ليه؟ لأنه في علم الله السابق، سبق في علم الله عز وجل أنه لا إيه؟ أنه إيه؟ لا يوجد، ويستحيل أن يتغير شيء في علم الله عز وجل. أول ما خلق الله القلم فقال إيه؟ اكتب، فجرى يكتب ليه؟ القدر، جرى يكتب بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، ماشي كده، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيبقى في علم الله ما سبق في علم الله عز وجل أنه لن يوجد أو لا يوجد، فلن إيه؟ فلن يوجد. لكن هل هذا النوع لا يكلف به شرعا؟ خلي بالك بقى من المسألة دي، هل هذا النوع لا يكلف به شرعا؟ زي إيه مثلا؟ مسألة الإيمان، طلب الإيمان من الكافر، طلب الإيمان من الإيه؟ من الكافر. لو إن دلوقتي ده مستحيل ذاتي،
يقبل؟ ما يقبلش، واضح كده؟ ولا يكلف به. لكن هنا لأنه ليس ذاتيا ولكنه متعلق سابق في علم الله عز وجل أنه لا يؤمن، فإنه لن إيه؟ لن يؤمن، وإن كان في ذات الأمر مطالبا بالإيه؟ مطالبا بالإيمان. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، مش كده؟ سيصلى نارا ذات لهب، يبقى كده إيه؟ كافره وحيموت على الكفر. لكن طلب منه الإيمان ولا لم يطلب منه؟ لماذا لم يؤمن؟ لتعلق لسبق العلم، سبق في علمه عز وجل أنه سيطالب بالإيمان فيأبى ويرفض الإيمان. ولذلك شوف الآية: ولو ردوا، يحصل منهم إيه؟ لعادوا لما نهوا عنه. سبق الإيه؟ سبق العلم. فهنا ده مستحيل لا لذاته. فالمستحيل الذي هو لا لذاته يبقى ده يدخل إيه؟ يدخل في إيه؟ يدخل في التكليف، وهذا إجماع، يكلف به لأنه تحت قدرة الإيه؟ قدرة العبد. وإن كان في ذات الأمر أنه لن يوجد ولا يوجد، لإيه؟ لأنه سبق في علم الله أن هذا لن إيه؟ أن هذا لن يؤمن. وضحت كده المسألة؟ واضح هذا الأمر؟ فدي مسألة من المسائل اللي عند علماء الأصول. واضح؟ طيب، يبقى هذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. المسألة الثانية: جواز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الخطاب. يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهذا قول جمهور أهل العلم. هذا قول الجمهور، به قال إيه؟ جمهور أهل العلم. من الأدلة، قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. ثم هنا دي علماء اللغة يقول لك تفيد الإيه؟ التراخي، تفيد الإيه؟ التأخير يعني، ماشي كده؟ واضح الكلام؟ فدل على أنه ثم إن علينا بيانا هديت، يبقى حيتنزل عليك القرآن، لكن إيه؟ ممكن البيان إيه؟ البيان هو اللي حيتأخر، البيان هو اللي حيتأخر. والبيان مش حيتأخر بمعنى أن العلم حيتأخر عنك، لكن أنت حتعلم المسألة، حتعلم الحكم، لكن اللي حيتأخر البيان للأمة أو للمخصوصين بهذا الإيه؟ المخصوصين بهذا الحكم، المخصوصين بهذا الحكم كما سيأتي. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، مش كده؟ طيب، ومع ذلك هذا أمر، وتأخر بيان أوقات الصلاة وأفعال الصلاة حتى علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث معروف، وأخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بينها لإيه؟ للمؤمنين: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فكان يقوم ويركع عليه، فإذا أراد السجود كان يتراجع صلى الله عليه وسلم حتى يسجد في أصل الإيه؟ في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم. طيب، كما أيضا في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، مش كده؟ أهو ده أمر واضح وأحد أركان الإسلام الخمسة. متى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النسك؟ يبقى الآية دي نزلت متقدمة، واضح كده؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إمتى؟ في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أو قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى تأخر البيان ولا بتأخرش البيان؟ تأخر البيان. نعم، من الأدلة أيضا قوله، قول رب العالمين تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ماشي كده؟ يبقى دي ثم إن علينا بيانا. يبقى دلوقتي من الخمس بتاع الغنيمة دوت فيه هنا سهم للإيه؟ لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. طب القرابة هنا ديت مطلقة ولا مخصصة؟ مطلقة ولا مقيدة؟ يبقى قرابة النبي، كل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ طيب، قرابة النبي بنو هاشم قرابة، اللي هو منهم النبي صلى الله عليه وسلم. بنو المطلب قرابة، بنو نوفل قرابة، بنو عبد شمس قرابة، كلهم يجمعهم بنو عبد مناف. كل الأربعة دولت كده بني عبد مين؟ بنو عبد مناف.
ماشي كده؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم عند خيبر لما قسم سهم ذوي القربة أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، ولم يعطي مين؟ بني نوفل ولا بني عبد شمس. وضحت كده؟ يبقى رغم أنهم كلهم إيه؟ درجة القرابة واحدة، درجة القرابة من النبي إيه؟ واحدة صلى الله عليه وسلم، ولكن أعطى هؤلاء ولم يعطي هؤلاء. يبقى ثم إن علينا إيه؟ بيانة. يبقى تراخى ولا ما تراخاش؟ ماشي كده؟ دل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه. جبير بن مطعم من بني نوفل، ماشي، قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم القربة من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب، بين بني هاشم وبني المطلب، جئت أنا وعثمان بن عفان. عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من بني عبد شمس، ماشي كده، انتبه لما سيأتي. فقلت يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وصفك الله عز وجل به منهم، وفي رواية وضعك منهم، ماشي كده. طيب، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. إحنا مش هنتكلم على مين؟ على بني هاشم، إنك منين؟ من بني هاشم، فإحنا مش هنتكلم عليه. لكن بني المطلب بقى إحنا وهم في درجة إيه؟ واحدة منك، القرابة واحدة منك، ولكن أعطيتهم وإيه؟ ولم تعطنا، أعطيتهم ولم تعطنا. فقال صلى الله عليه وسلم، إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. يبقى ثم إن علينا إيه؟ تراخى ولا ما تراخاش؟ تراخى. وضحت المعنى؟ يبقى إذن يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، إلى وقت الإيه؟ إلى وقت الحاجة. ومن الأدلة في القرآن كثيرة، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ومين؟ وأهلك، إلا من سبق عليه القول. طيب، لما جه نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكمه، طيب قال له إيه رب العزة؟ إنه ليس، رغم أنه قال له إيه في الأولى؟ يبقى هنا تأخر البيان عن وقت الإيه؟ وضحت كده؟ إن ابني من أهلي، قال لا، إنه ليس من أهلك، إنه إيه؟ عمل، وفي قراءة عاملة، ومهمة جدا القراءة التانية، إنه إيه؟ عاملة غير صالح، ماشي كده؟ نعم. يبقى خرجنا من ده كله إيه؟ بجواز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الخطاب إلى وقت الإيه؟ إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، بعكس الإيه؟ تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الحاجة. نعم. طيب، الحديث احنا قلنا الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، وأصله في الصحيحين، وعند الإمام أحمد بسند حسن لأجل محمد بن إسحاق، وهو يعني حسن الحديث لكنه مدلس، لكن حدث صرح بالتحديث عند البيهقي فانتفت شبه تدليسه، والحمد لله تعالى. نعم. طيب، المسألة الثالثة، قلنا أن الأمر يقتضي الإيه؟ الفورية، أن الأمر يقتضي الفورية. طيب، هذا مذهب الإمام أحمد وأصحابه الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية كأبي الحسن الكرخي مثلا، وبعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي وأبي حامد وغيرهم، وهذا هو الراجح إن شاء الله لظواهر الأدلة والنصوص على ذلك. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. وقد مدح الله تبارك وتعالى المسارعين الممتثلين، فقال الله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات. يبقى دي مسألة، أدي دلالة من النص. الأمر الثاني أنه إذا فعل المأمور به، فعل المأمور به فور صدوره أو فور صدور صيغة الأمر، يكون ممتثلا للأمر بيقين دون شك، يكون ممتثلا للأمر بيقين دون شك، في حين أنه لو تراخى يعتريه الشك، واليقين أولى من الشك، صح كده؟ طيب، الأمر الذي بعد ذلك، لو أن سيدا قال لخادمه أو لعبده اسقني ماء، ماشي، فقام جايله بعد اسبوع جايب له كوبايه الميه، انت مش طلبت كوبايه ميه، ادي كوبايه الميه، هي بعد اسبوع
على أن الأمر يقتضي الفورية. لو عاقبه السيد في هذه الحالة لا يلام ولا يؤاخذ. طب على أن الأمر للتراخي يبقى يؤاخذ وإيه؟ لا يؤاخذ الخادم أو لا يؤاخذ العبد في حين يؤاخذ إيه؟ السيد ويلام. وهذا بعيد عن مواضع اللغة. واقع اللغة لا إيه؟ لا يتأتى منه ذلك. لا يتأتى منه إيه؟ لا يتأتى منه ذلك. نعم. طيب الأمر الذي بعد ذلك أنه لو قيل أن الأمر على التراخي فلابد أن يكون لهذا التراخي حد ولا هيكون مفتوح؟ مش كده؟ يبقى هيكون له إيه؟ هيكون له حد. فإن قيل له غاية أو له حد قلنا أن الغاية هنا إيه؟ مجهولة. هات لي نص. هات لي إيه؟ هات لي نص. واضح كده؟ واضح؟ طيب لو فتح هذا لكان هيبقى فيه تكليف بالإيه؟ بالمجهول. يترتب على ذلك أن يكون فيه في الشريعة إيه؟ تكليف بالإيه؟ بالمجهول. وهذا يستحيل. وهذا إيه؟ وهذا يستحيل. واضح كده؟ طيب أيضا من هذه الأمور لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة عند خلق آدم بالسجود ماذا قال الله عز وجل للكافر الملعون الذي تأبى؟ ما منعك ألا تسجد إذ إيه بقى؟ إذ أمرتك. طيب لو أن الأمر لا يفيد الفورية ولكن يؤخذ منه التراخي هل كان يطرد من رحمة الله عز وجل؟ طيب أنا مش هسجد دلوقتي لكن أنا هسجد بعدين سوف أسجد كمان شوية يعني هسجد يبقى يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. ولكن بمجرد أن امتنع عن تنفيذ الأمر طرد من رحمة الله عز وجل لعن يبقى دل على أن الأمر للإيه؟ للفورية. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ماشي كده يبقى ده إيه؟ للفورية. تأبى حصل إيه؟ كان من الإيه؟ من المقبوحين طرد من لعن من رحمة الله عز وجل وصار إيه؟ وصار من الغاوين ملعونا طريدا من رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى دل على أن الأمر يقتضي الإيه؟ الفورية. يقتضي الفورية. نعم. أيضا السلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة تكون بالمبادرة إلى تنفيذ الأمر وذلك أحوط وأقرب لتحقيق مقتضى الأمر وهو الوجوب. يبقى حتى لو أخذنا بالاحتياط يبقى الفورية وتنفيذ الأمر على الفور أوجب وأولى وأحوط. نعم. أيضا بعد ذلك الإنسان معروف أنه طويل الأمل كثير التسويف جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل الشبه المستطيل دوت كده وحتأتي الشكل بتاعه فقال هذا الإنسان ثم خط خطا خارجا عنه وقال هذا إيه؟ هذا أمله. فالأمل إيه؟ طالع بره العمر خالص. آمال آمال مش كده؟ واضح كده؟ فلو أن بقى الأمر يفيد التراخي يترتب على ذلك إيه في الأوامر الشرعية؟ يترتب إلا إيه؟ إن محدش هينفذ الأوامر الشرعية إلا من رحم ربي بقى إلا من رحم إيه؟ وما كان الله عز وجل ليفتح بابا لعباده من إن هم إيه؟ من هم إيه؟ لا يلتزم أوامر الله عز وجل لا يلتزم أوامر الله تبارك وتعالى فليفتح للمكلف أبدا أو للمكلفين بابا يستطيع من خلالها أن يعمل بهواه ويتكاسل عن طاعة مولاه. أبدا ما يتأتش هذا الأمر ما يتأتش هذا الإيه؟ لا يتأتى هذا الأمر. نعم. الأمر الذي بعد ذلك القياس نختم به إن شاء الله. دلوقتي يعجبك ده؟ نعم. طيب هذا بمئة بعني بعه لي بعتك تم الإيه؟ ملكت الإيه؟ السلعة على الفور ولا على التراخي؟ طيب لو أن رجلا قال لامرأته فلانة طالق ينفع نقول أن الطلاق هنا على التراخي ولا هنا على الإيه؟ على الفور. ولذلك يقول أهل العلم والجامع فإذا لا فرق والجامع أن كل لفظ اقتضى معنى معينا يجب أن يقع ذلك المعنى عقب صدور الإيه؟ عقب صدور الأمر عقب صدور الأمر.
يدول الثلاث أمور اللي ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. حبينا أن احنا نلم بهم كده إلمامة سريعة، فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا سنة ستة دي فيها كلام. سنة ستة دي فيها كلام. بسم الله. نعم. لو افترضنا أنه بعد كده بس هو النبي أحسن فعل آخر حج ولم يحج في سنة تسعة وحج في سنة عشر. ليه؟ لأنه بعث إيه؟ بعث عليا بإيه؟ بعد أبي بكر بإيه؟ ألا يصوم الأوليان ولا ببراءة. رحمكم الله. طب ما هو هنا بعث سيدنا أبو بكر. أيوه. أبو بكر حج بالناس كان أمير على أيوه بس ما كانش فيه إيه؟ ما كانتش فيه براءة، البراءة اللي كانتش لسه نزلت. فبعث عليا وراء مين؟ وخص عليه انه من اهله. ماشي كده؟ عشان تبقى المسألة ايه؟ على رؤوس الناس جميعا شاهدة، ما بعتش اي حد تاني. طب ليه ما لم يأمر جميع المسلمين بالحج؟ ما احنا جايين ناخده؟ ماشي كده؟ يبقى هو امر بالحج، اللي عايز يحج يحج. طب وجه بعد كده كان بيحصل ايه في عاداتهم في الجاهلية؟ الطواف بالبيت ايه؟ والمشركين والعملية. ماذا بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمقام النبي صلى الله عليه وسلم هل يطوف في وجود أمثال هؤلاء؟ لا 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 ما نقولش بقى إيه المسألة دي. فلأجل هذه الأمور وحيجي لها تفصيلها إن شاء الله، كل دوت كان إيه؟ مقدمة لحجته صلى الله عليه وسلم، إن كل الأمور دي إيه؟ لا يكون هناك أي ملمح من ملامح من ملامح الجاهليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. طب ما نقول لحضرتك لو كان قبض النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يخرج، هل كان في ذلك يقع اسم على يعني او على احد من المسلمين لم يخرج؟ ما هو ده نفس السؤال يطرح. لا هذا فرض جدلي، ما ينفعش ما ينفعش، لانه في الايه اللي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم اتممت اليوم اكملت، فازاي تتاتى المساله؟ على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة